اليوم حذر عننا العيد إن شاء الله، ويكون يعني خير لنا إن شاء الله، ونتمنى يعني تكون فرحة سعيدة إن شاء الله، ويعني يمن علينا السلام والازدهار إن شاء الله يعني في بلادنا. يعني رغم المعاناة يعني حرب 8 سنوات، لكن نتمنى أن يعني يكون الخير في الجميع إن شاء الله. أتمنى في هذا العيد أن يتحسن وضع البلاد بشكل عام من المشتقات النفطية وبالنسبة للرواتب الموظفين، ونتمنى من قيادة البلاد الجديدة أن تحسن الأوضاع بشكل عام يعني، وكلنا أمل أن البلاد تتغير وضعها من حال إلى حال.